حابب تبدأ بيه؟ حابب أبدأ أنه مهم جدا، مهم جدا أن احنا نعرف ونعي الدروس جيدا. لم نقدم أداء يليق بينا كمنتخب كبير، المنتخب الأكبر في القارة على صعيد الألقاب في هذه البطولة حتى الآن، ولكن صعدنا للدور الثاني كتاني تاني فرق المجموعة، ولازم نركز على اللي جاي. هو احنا من امتى؟ هو احنا من امتى ما بيبقاش عندنا الكعبلة بتاعت ادوار المجموعات؟ زعلانين زعلانين، اللعيبه حاسه، اللعيبه حاسه في لقطات في المباراه، شوف انفعال اللعيبه، انفعال تريزيجيه وحجازي ومرموش بعد الجون الاول، جون التعادل، لعيبه مضغوطه جدا جدا جدا، مضغوطه بالحمل اللي بيحملوا لهم 120 مليون، مضغوطه بنتائج اول مباراتين، هم حاسين ان هم لسه ما وصلوش ل 60 70%، عندنا مشاكل اكيد، لكن في النهايه ما ينفعش ابقى انا صعدت واقعد خلاص اللي فات، احنا بنبتدي بسم الله من اول وجديد، اقلب الصفحه خش على اللي بعده، اقلب الصفحه وخش على اللي بعده. ليه تقلب الصفحه وتخش على اللي بعده؟ عشان انت عندك 5 ايام فاصل تقدر تلم فيهم نفسك من اول وجديد، تعالج المشاكل اللي موجوده عندك وتبني. وتاني وهجي لك، كنت عايز اجي لها في الاخر بس اقولها في الاول، ثبت عندك بعض المشاكل في الجبهه اليسرى، انجيلا في حينه، لكن ثبت التشكيل. انت مش عم تغير لان عندك مشاكل 100%. النهارده كان في بعض الحاجات الايجابيه، في حاجات سلبيه، لكن الحاجات الايجابيه ابني عليها بقى، واقفل ملعبك بشكل جيد. الادوار الاقصائيه حاجه، واللي احنا كنا فيه الثلاث مباريات اللي فاتوا حاجه ثانيه. بشكل عام برضه يا خليفه، الوضع بالنسبه لك بعد 3 مباريات في كاس الامم لمنتخبنا الوطني؟ بص يا كريم، كنت كتير بتفرج على مباريات يعني، ففي ساعات لعيب يحط كوره حلوه كده فانا اقول حلوه، كان والله اقول الحلوه جول. ففي المجموعات الحلوه تاهل حلو، يعني ايه احنا تاهلنا صح، بغض النظر بقى التاهل جه ازاي ما جاش ازاي، البطولات دي بطولات قصيره، ياما منتخبات خدت 9 نقط وخرجت من دور ال 16، منتخبات خدت 3 نقط وخدت بطوله، البرتغال 2016 بالزبط. الارجنتين اتاهلت بصعوبه صح في اخر مباراه طبعًا. لو نفتكر مصر نفسها في 2021 كنا 2019 على ارضنا، لا انا بتكلم ان احنا صعدنا في 2021 واحنا خسرين اول مباراه بالزبط. وكان الاداء سيء جدا، وكنا 2019 خدنا 9 بونت وخرجنا. انا جاي لك ان في 2021 ماشي، يعني 2021 مطير، احنا معلش احنا اسفين لا تمام اللي هو رحنا بالصعود، يعني شكلنا ما كانش كويس خالص في المجموعات، فايزين على خسرين من نيجيريا وفوزنا الماتشين التانيين باداء سيء جدا، وكان كل التوقعات ان احنا رايحين لكوت ديفوار نخرج، لعبنا جيم على كوت ديفوار، لعبنا جيم على المغرب اللي كانت عامله مجموعات احسن مننا. فانا قصدي ان المجموعات بتنتهي عند المجموعات، وفي نقطه النهارده احنا كنا كويسين في الشوط الثاني في منتخب في ماتش غانا، النهارده في جزء ان احنا اهدرنا في البدايه ان احنا نخلص، وده خلى كاب فيردي اللي بتلعب بدون ضغوط افضل منك. يعني في نقطه كمان، الضغط العصبي الكبير اللي كان عليك بيقابله نضغط، يعني ما فيش اي ضغوط كانت موجوده على كاب فيردي. على فكره كوت ديفوار النهارده ولعبتها تحت ضغط، وهم لعيبه كبيره جدا، يعني انهاروا تحت الضغط، عكس مثلا غينيا الاستوائيه اللي ما كانتش، كانت الضغوط اقل. من بعد المجموعات احنا هنوصل لنقطه الضغوط هتبقى متساويه على كل الفرق، هتلاعب فرقه زيك زيها، انت مضغوط وهو مضغوط، هو مضغوط، اللي بيحس بغلطته اللعيب بتاعه ما عندوش هدوء الاعصاب ولا الثقه ان هو ما فيش مشكله يرجع. احنا شفنا النهارده كريم احنا بنتفرج لعيب من كاب فيردي بيرجع الكره بصدره، ما فيش توتر. انما لما تيجي تلعب مباراه اقصائيه حلو، انا راس براس هيبقى اللعيب بتاعه خايف يغلط، فممكن يغلط التحققات، وانت نفس الامر اللي هي النبوءات المحققه لذاتها، اللي انت لو قعدت تخوف واحد انه يغلط فتقع منه الصينيه، ممكن يقع منه الصينيه بسبب الارتباك. فده اللي هيبقى عند الفرق. كاب فيردي النهارده كان بيلعب بدون ضغوط، وده من اسهل المباريات اللي انت ممكن تلعبها. وفي احيانا لو تاخد بالك، يعني ما في فرقه بتكسب بطوله دوري ولا حاجه وبتكمل ماتشات، لو لعبت بالاساسيين وعايز بتلعب ماتشات حلوه قوي. هو أنا عكس رايك بقى، هو اللي صعب علينا مباراه النهارده وعمل فيها العكوسات اللي حصلت ديت، ان كاب فيردي كانت بتلعب بهدوء كبير جدا. لو كان عندها زي ما انت بتقول كده بعض التوتر، زي ما كان عندها بعض التوتر، ما انا بقول زيك انا يا سيدي انا فهمت غلط، انا اقصد انت بتقول ان ده اللي سهل علينا المباراه، لا ده انا بقول لك ان ده اللي صعب علينا المباراه صح. ان كاب فيردي بتلعب زي ما بقول لك، احنا شفنا لعيب بيرجع الكوره بصدره في الادوار الاقصائيه، بقى هبقى انا متوتر وهو متوتر حيل. خبرات بقى منتخب مصر واسمه منتخب مصر والقتال اللي عند اللعيبه هيبقى ليه الافضليه النهارده. الشحن الزايد ده كان علينا احنا عامل ضغط وبيوتر اللعيبه شويه، عكس كاب فيردي اللي كانوا بيلعبوا باعصاب في ثلاجه في طريقه لعبهم. اللعيبه اللي بتعرف تنقل الكوره دي كانت متعبه جدا لينا.